بسم الله الرحمن الرحيم. انتقل إلى المحطة الرابعة على مسار تطور الأزمة الدموية في الجزائر، ووصلت فيها إلى المرحلة التي انتهى فيها الصراع بين المتنافسين على السلطة إن صح التعبير، بين الطرفين، الجبهة الإسلامية للإنقاذ وخلفها التيار الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى جبهة التحرير الوطني بكل ما تحمله من تناقضات، والتي كانت فيها الغلبة في النهاية لحزب فرنسا، لأن الوطنيين سواء الإصلاحيين أو المعارضين للإصلاح كانوا يعني فشلوا سياسيا ولم يعد أمامهم إلا يعني التحالف مع حزب فرنسا ليضربوا به خصومهم. هذه القصة يعني. فالسلطة يعني الدولة، مؤسسة الدولة في الحقيقة كانت تحت تصرف نزار، حتى التيار الإصلاحي في جبهة التحرير الوطني في الحقيقة يعني كان تحت الضغط، وفقط ما كانتش الفرصة مناسبة لمعاقبته فقط يعني، والدليل على ذلك أنه بعد ما استتب الأمر لهم عاقبوه، يعني عاقبوا التيار الوطني داخل جبهة التحرير الوطني، وصار الانقلاب المعروف على مهري يعني، وإن كان خلاوا الناس اللي خافوا، الناس اللي ما يقدروش يواجهوا خلاوهم حتى يبقوا دايرين بهم العرض يعني، حتى ما تظهرش المؤامرة يعني مكشوفة. المهم يعني في هذه المرحلة احنا كنا واعيين للمسألة يعني. في هذا الظرف بالذات بدأ زين نزار خالد في حشد الجيش يعني في العاصمة، من أجل القيام في العاصمة في التجمع في الأماكن اللي فيها يعني تجمعات كبيرة للجبهة الإسلامية للإنقاذ، وكان يعني ناوي على إبادة يعني جماعية، ما فيه كلام يعني. وإحنا كنا نريد أن نتفادى هذه الإبادة الجماعية بأي وسيلة، طبعا كي نقول بأي وسيلة إحنا دائما الحمد لله يعني الجزائر والمصلحة العليا لبلادنا كانت أمام أعيننا يعني، نحن لا تفارقنا، نحن لم تكن عندنا مصالح يعني، ما كانت عندنا أموال، ما كانت عندنا طموحات باش نكونوا رؤساء، ما كانت عندنا أحزاب، لا، حنايا الحاجة الوحيدة اللي كانت تهمنا هي بلادنا ونقطة إلى السطر. لم تكن عندنا مصالح نخشى عليها، كل ما كنا نخشاه هو على مستقبل أبنائنا ومستقبل الجزائر وعلى إنجازات الشهداء اللي ضحوا من أجلها، هذا ما كان يعني. ما كانتش حاجة أخرى تحركنا أبدا يعني. في هذا الظرف بالذات طبعا تحركوا مجموعة من أعضاء المجلس السوري في الجبهة، شعروا بالخطر، وكانت لهم علاقات مع يعني، لأنهم يعني إحنا شعب واحد على كل حال، كل واحد راه عنده خوه وعنده صاحبه وعنده ولد بلاده إلى غير ذلك، والإنسان اللي قاسمه في المشاعر وفي الأفكار موجودين حتى في مستشفى الدولة، وصلتهم الأخبار باللي أن هناك تحضير لسحق الجبهة الإسلامية للإنقاذ يعني وإبادة مناضليها، ولذلك بدأوا يفكروا هما كذلك في الدفاع عن أنفسهم. أنا لست أدري إذا كانت قيادة الجبهة المركزية كانت تفكر في هذا، أنا ليس عندي أي دليل، ولم أتصل بالقيادة المركزية للجبهة بهذا الشأن، لم يحصل بيننا تواصل، لكن أعضاء من المجلس السوري وناس مسؤولين جبهة يعني عندما استشعروا هذا الخطر قاموا باتصالات مع ضباط من الجيش، وطبعا أنا كنت من بين الضباط، ممكن هم اتصلوا ببعض الضباط في البداية وقد يكونوا تكلموا معهم على حيثيات أخرى، لكن في النهاية هؤلاء الضباط أنفسهم يعني يدلوهم، قال شوف النقيب شوشان يعني إنسان متابع للأمور، إنسان يعني ناشط
في المؤسسة العسكرية، ومعروف إنسان عنده سمعة طيبة عند الجميع، فممكن يعني يدلنا على الرأي ولا شيء من هذا القبيل. المهم اتصلوا بي عن طريق ضباط في الجيش. التقيت بهم، وطبعا حتى ارفع اللبس، وان كان كنت جاوبت في التسجيل هل كانت علاقتي بالحركه الاسلاميه خيانه للقياده والوطن وكذا، انا جاوبت عليه. ارجعوا له في التسجيلات السابقه تجدوه موضح، يعني هذا ما كانش يحتاج يعني الى كثره كلام، ولكن اريد ان اوضح هذه النقطه في هذا التسجيل. انا كنت استقبل ضباط يعني ناس سياسيين يعني بكل اريحيه وبدون اي خلفيه وبدون اي عقده، حتى داخل نادي ضباط الجيش، سواء على مستوى الاكاديميه العسكريه المختلفه الاسلحه ولا في مدرسه القوات الخاصه، بل كان هناك سياسيون يعطوا حتى محاضرات داخل سكنات يعني. وبالتالي هذه العقده اللي الناس حابين يعني ياسسوا منها ارتكاز لجعل اتصال العسكريين بالسياسيين مشكله، يعني هذا يعني ارتكاز تافه واهي لا يقوم عليه اساس، يعني لا يقوم على اساس اصلا يعني. ثانيا انا لقائي بهم لم يكن في مقر قياده، التقيتهم في بيت من بيوت المواطنين في بوسماعيل في يوم جمعه، كانت الاف المواطنين يعني هناك، وكنت انا بلباسي العسكري وماشي على رجلي يعني، ما كنتش متدرج ولا لابس حايك يعني. وبالتالي لقائي معاهم كان بالنسبة لي في هذاك الوضع، في ظل الأزمة القائمة وفي ظل الشيء الذي نعرفه نحن ولا يعرفه أحد، يعني أعتقد يعني أقصد أنه لا يعرفه عامة الناس، حتى الناس اللي في الجبهة لا يعرفونه. الصراع اللي كان حاصل في الداخل وبالشكل الذي كنا نراه نحن لم يكن يراه جميع الناس. وبالتالي احنا عندما التقيت بسعيد مخلوفي وكان مع عبد القادر الشبوطي وربح قطاف والملياني وكان معه ضباط اخرون، يعني عندما تكلمنا على وضع الجزائر، ما تكلمناش من اجل التآمر على اي شيء يعني، وتكلمنا فيه كناس مواطنين، هذو ناس في حزب سياسي شعروا بأنهم مستهدفين من طرف مؤسسة الجيش وهذا من حقهم، وكانوا فعلا مستهدفين يعني، هما ما كانوش يحلموا، وكنا نعرف هذا جيدا. ولذلك عندما التقينا بهم احنا يعني اعطيناهم وجهة نظرنا وقلنا لهم بأنكم انتم انتصرتوا على اعدائكم بالمسار السياسي السلمي، والى حد الان هذا المسار السياسي السلمي قائم رغم سلبياته، رغم العراقيل التي توضع، رغم التحرشات اللي حاصله، ولكن هذا المسار ما زال قائم وصالح، فتشبثوا به وشدوا عليه بالنواجذ انتم، لانه هذا ميدان انتصاركم. وخصومكم رغم يعني انهزموا على جميع الاصعده ولم يبقى لهم الا استعمال مؤسسات الجيش اللي هي مؤسسات الدوله، منها الجيش والاجهزه الامنيه اللي هي راها تحت سيطرتهم باسم القوانين، وهما حتى عن طريق الخيانة يستطيعوا أن يستعملوها ضدكم. فأنتم يجب أن لا تعطوهم المبرر وتخلوهم إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الأجهزة ضدكم بطريقة تعسفية يستعملوها بطريقة تعسفية تثبت جريمتهم وظلمهم وتعسفهم وتثبت براءتكم أنتم وتعطيكم الحق أنكم تدافعون عن أنفسكم بجميع الوسائل، وتعطينا نحن الذريعة للوقوف إلى جانبكم بعد ذلك، لأننا احنا ما عندناش استعداد باش نكونوا معاول في ولا سكاكين في 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 ولا سيوف في أيدي ضباط فرنسا باش يذبحوا الشعب نتاعنا تحت أي مبرر. احنا نكفر أصلا بالنظام وبالقوانين التي تجعل منا جزارين لشعبنا، نكفر بها. فانا نقولها ولليوم لو كان نرجع للجيش انا اكفر باي قانون يبيح لي انني اقتل، انني ارمي على مواطن جزائري. وجودنا في الجيش لا يعطينا حق الوصاية على الشعب. المواطنين الجزائريين ثاني هما راهم مواطنين عندهم حق المواطنة في الجزائر على قدم المساواة. وبالتالي
احنا تكلمنا معاهم كمواطنين وبينا لهم كاخوان، بينا لهم باللي هذا الامر هذا يجب ان يتشددوا. بعد ما تأزمت الامور بدات هذه التقسيم الاداري واحتدت يعني الازمه بين الجبهه الاسلاميه وجبهه التحرير، وخاصه بعد ما اعلنت الطلاق النهائي مع حتى التيار الاصلاحي بعد المقابله اللي صارت بين مهري وشيخ عباسي على التلفزيون على الهواء، يعني اصبحت الامور متازمه. عاودنا تلاقينا مع الناس هذو، مع سعيد مخلوف ومن معه، و نصحناهم في هذه، قلنا لهم الى حد الان ما زال في رغم كل شيء، لكن ما دام كاين تواصل ولو كان متازم، ما دام كاين تشبث بالمسار، الجبهه هي في نفسها راها تطلب بانتخابات رئاسيه وتطلب ترفض القانون يعني، ولكنها راها تعمل في الاطار الشرعي، فابقوا متمسكين به. ولكن ما دام الامور تازمت احذروا من حاجتين. الحاجه الاولى هو اما اغتيال او خطف القياده نتاعكم، هذا شيء يجب تحذروا منه، لان الان لو يصرى للقياده نتاعكم اي شيء راه يعني الامور تروح. انتم لا تستطيعون يعني من مجموعه من المجلس السوري ان تتحكموا في هذا الحزب بالملايين في تيارات مختلفه، اللي راه شد الوحده نتاعه هو تواجد الشيخ عباس والشيخ علي مع بعض في نفس الخندق، فلازمكم تحرصوا. قالوا لنا احنا يا في هذا الامر متهنين، احنا لا نحتاج مساعدة احد في هذه القضية، القيادة نتاعها انا عندنا حزام امني يحرصها عدده اكثر من 500 مناضل. هذا كلام الشيخ سعيد مخلوفي نفسه. النقطة الثانية قلنا لهم اطروا الحزب نتاعكم اطروه، لانه اعدادكم كبيرة والدخلاء إلى دخلوا عندكم رايحين يديروا أشياء أنتم ما كنتوش مسؤولين عليها، لكن في النهاية راح تتحملوا مسؤوليتها. يجب أن تؤطروا حزبكم بطريقة محكمة، بحيث لا يتم التصرف باسمكم في إطار نشاطكم. إذا أنتم القيادة نتاعكم بقت موحدة، أنتم ضابطين المناضلين نتاعكم في الميدان، وبقيتوا تمشوا في الإطار السلمي ومتشبثين بالمسار السياسي، اذا تم استعمال العنف ضدكم وارادت القياده العسكريه استعمال الحشيش ضدكم سنحن نكون ضدها ولن نستجيب لاوامرها، وسنعمل ونبذل كل جهدنا من اجل حمايه انصار الجبهه. انصار الجبهه بصفتهم المستهدفين، كل الناس اللي يعني يسمعوا لنا ويثقوا فينا رايحين نجندهم من اجل عدم الاستجابه لاطلاق النار على المواطنين بدون مبرر. وكدنا لهم مليح بدون مبرر اخذ المبادره لتخريب مؤسسات الدوله او الاعتداء على حياه المواطنين او كذا، رانا احنا لا نتحمل مسؤوليته ولا نقف الى جانب اصحابه. انتهت القضيه معنا معاهم الى هذا الحال. قلنا لهم احنا لا نحتاج لا الى لقاء معكم ولا الى تنسيق ولا الى كلام من هذا القبيل. نحن اذا سمعنا نداء من طرف قياده الجبهه الرئيسيه الشرعيه تطلبوا على رؤوس الاشهاد قدم حيثيات التاسف الذي مورس عليها، وتطلب المساعده والحمايه من طرف المخلصين في مؤسسه، إذا قمت بها إلى أطلقت هذا النداء في الوقت اللي تكون فيه يمارس عليها التأسف، فنحن سنستجيب لها، لن نعترف بأي كلام آخر، لن نتكلم مع أي إنسان آخر، ما عندنا حتى كلام مع أي إنسان آخر. هذا هو مفيد الكلام نتاعنا مع سعيد مخلوفي وجماعته. وبالتالي استطيع ان اؤكد للتاريخ بانه الى هذه اللحظه لم يكن هناك تفكير لا في عمل مسلح ولا في اخذ المبادره الى العنف من طرف الحركه الاسلاميه المسلحه او الحركه الاسلاميه المعتبره. انا لا اتكلم عن الناس اللي قاعده تخدم خارج هذا الاطار.